بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احبائي طلاب الصف الثالث الثانوي، النهارده ان شاء الله عندنا درس نحو جديد هو اعراب الفعل المضارع ونصب الفعل المضارع. اتفقنا كده يا شباب ان عندنا الفعل المضارع وفعل حين المعرب بيبقى اما مرفوع او منصوب او مجزوم. النهارده عندنا ان شاء الله نصب الفعل المضارع والصف الثاني الثانوي. الامثله، اول مثال عندي هنا، اول حاجه لازم نعرف المضارع ينصب الفعل المضارع اذا سبق باداه نصب. هي ضابط النصب المضارع ان، لن، كي، حتى، لام التعليل، فاء السببيه، لام الجحود، هو المعيه اذا. تاني، ان، لن، كي، حتى، لام التعليل، فاء السببيه، لام الجحود، وعندنا زياده هو المعيه اذا. نمسك اول مثال، يجب ان نعمل بجد. في المضارع اللي عندنا هنلاقي الفعل ايه؟ فعل نعمل. قبليه سبق بايه؟ سبق بان. اذا ده فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. نشوف المثال الثاني، لن يضيع الوقت الحق ولن يستمر الباطل. لن يضيع، عادي عندي لن اداه نصب ايه؟ الا هيضيع الحق. يبقى هنا يا شباب ادي لن، بعديها جه بعديها فعل مضارع اللي هو يضيع، فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه الظاهره على اخره. يبقى الفعل المضارع اذا كان صحيح ينصب بالايه؟ بالفتحه الظاهره. احب العلم، طبعا لن تفيد النفي في المستقبل، لن معناها نفي المستقبل، لن افعل تقول لن افعل يعني مش هعمل كذا، اذا ده في المستقبل. احب العلم كي احقق اهدافي، هنا كي معناها ايه؟ التعليل، فعل مضارع منصوب اللي هو الفعل احقق، فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه لانه سبق بكي، كي للتعليل. اذهب الى المدرسه لاتعلم، دي اسمها لام يا شباب، لام التعليل، لام مع فعل مضارع بتبين سبب الذهاب الى المدرسه، فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه الظاهره. عندي بعد لن استكمال الامثله، فاسبيه لابد ان تصدق به نفي او طلب. تعال نشوف الامثله عندنا، ما اهملت فاندم. هتلاقي فاسبيه دي الندم نتيجه لايه؟ لعدم الاهمال او نتيجه للاهمال. يبقى ندم ده الفعل ده نتيجه للفعل ده، عشان كده سمينا فاعل ايه؟ فاعل سببيه. مسبوقه بايه؟ ادي نفي اللي هو ما، يبقى عندي نفي وبعديها مضارع مسبوق بالفاء قبل الفاء، فاندم فاندم، يبقى هنا اندم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه، ليه؟ سبق فاعل ايه؟ السببيه. زي ما قلت يشترط فاعل السببيه ان تسبق بايه؟ بنفي او طلب. هنا النفي، فاكرين الجمله المشهوره ما ارتكبت ذنبا فاخاف. لا تتكاسلوا فتندموا، لا تتكاسلوا فتندموا، ادي عندي نهي كويس؟ بعد النهي فعل مضارع، المضارع ده مسبوق بالايه؟ بالفاء، يبقى فاعل ايه؟ فاعل السببيه. تعالوا نشوف علاقه دي بدي، اهم حاجه معنى الجمله، زي ما اتفقنا شويه قبل كده، اهم حاجه عندي معنى الجمله دي والجمله دي، ايه اللي هيحصل لما تتكاسلوا؟ هتندموا، يبقى تندموا هنا فعل مضارع ماله؟ منصوب وعلامه نصبه حذف النون لانه من افعال الايه؟ الخمسه. هنا سبب النصب، سبب النصب هيسالني يقول لي سبب النصب مظبوط فعل ايه؟ السببيه. تعال نشوف المثال الثاني او مثال ثاني عليها، ادي استفهام، هل تتصدق فتنال الثواب. يبقى تتصدق هنا مظبوط بهل، استفهام، النتيجه فتنال الثواب، مضارع منصوب بعد فاء السببيه علامه نصبه الايه؟ الفتحه. ادي نهي، ادي معذره النفي، ادي نهي، ادي استفهام، ادي امر، احفظ العهد فيحترمك الناس. الى يحترم مضارع منصوب وفعل ايه؟ السببيه، والسبب هنا منصوب وامر. لعل الاستعمار يرحل فنستريح، لعل اسمها ايه؟ ادي رجاء او ترجي، يبقى فنستريح مضارع منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه الظاهره على اخره. عندي بعد كده عندنا لام الجحود. اي لام الجحود لابد ان تسبق به كون منفي او كان منفيا، يبقى لام الجحود تسبق به كون منفي او كان منفيا. كويس؟ ما كان الله ليعذبهم. يبقى هنا هتلاحظ ليعذبهم، ادي لام. اللام مسبوقه بايه؟ ركز معايا. بما، ادي نفس، مع كان، يبقى اسمها كون منفي او كان منفيا. يبقى مضارع ماله؟ منصوب بعد فاء، بعد لام الايه؟ لام الجحود. يبقى لام الجحود لابد ان تصدق بايه؟ ما كان او لم يكن. هتلاقي ما كان او لم يكن او ما كنت بعديهم لام، يبقى لام الايه؟ لام الجحود. يبقى مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة الظاهرة. لم يكن المجد ها ليضيع الوقت، هنا لو ضيع الوقت قبليها لم يكن، يبقى لام الايه؟ يبقى دي لام الجحود.
لا استقرار حتى ترحل في منها الجهود، لا استقرار حتى ترحل أو حتى تحل معضلة قضية القدس. هنا أدي حتى، حتى ليه معنيين، انتهاء الغاية أو التعليل، يعني حتى ليه معنيين انتهاء الغاية أو التعليل. هنا معناها إيه؟ تعال نشوف بالعامية كده المعنى، مفيش استقرار لحد ما تحل القضية. إذن تحل دي ها حتى ينتهي إيه؟ انتهاء الغاية يعني الهدف، يعني حد كذا. بص هنا بقى التعليل، ذاكر بجد حتى تنجح. يبقى حتى ليه معنيين، الغاية والتعليل. المثال اللي فوق كان الغاية، المثال التاني كان إيه؟ كان التعليل. أدي كده الأمثال عندنا. يبقى عندي القاعدة، بدأت نظم المضارع أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، لام الجهود، فهي سببية. تالي أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، فهي سببية، لام الجهود. تالي أن، لن، كي، حتى، فهي سببية، لام الجهود. دي بدأت نظم الفعل إيه؟ المضارع. وتبقى عندنا 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 بعد كده أول معي الفعل. الفتحة الظاهرة إذا كان الفعل مضارع فعل آخر كويس كده، أو محتل بالواو أو بالياء، يعني فتحة ظاهرة تظهر الفتحة على إيه؟ على الأفعال الصحيحة، ما عنديش مشكلة. أو فعل محتل واو ياء زي يدعو كده، لن يدعو لن يقضي، يبقى الفتحة هنا ظاهرة، لن يدعو لن يقضي فتحة ظاهرة. ليه؟ محتل بالواو أو بالألف. إمتى بقى تبقى مقدرة على الألف؟ إمتى مقدرة على الإيه؟ على الألف. حلو الكلام؟ أهو الأمثلة الظاهرة إيه؟ مثل لن يفلح الظالمون، هنا يفلح فعل مضارع مرفوض بالفتحة الظاهرة. لم يكن المؤمن ليدعو، هنا قلت لم ابي يدعو ايه؟ كويس كده؟ قبليها لا، لم الجحود، اما بعد ما كان، يبقى هنا الضرب مصروف بالفتحه الظاهره، دي واو تظهر على الواو، ان تمشي ادي ظهر. امتى مقدره بقى؟ مع الفعل المعتل بالايه؟ بالالف. ما كان المؤمن المؤمن ليسعى، هنا فتحه مقدره، ليه؟ لانها منتهيه بالايه؟ حرف عله الف. من الافعال الخمسه طبعا تحذف بحذف الايه؟ النون، او تنصب بحذف النون، وهو جماعه الثانيه المخاطبه يا ايها الطلاب ذاكروا حتى تنفعوا، حتى ايه؟ تنفعوا، فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون. يبقى عندي فتحه ظاهره مع الافعال الصحيحه والمعتله بالواو والياء، فتحه مقدره على الالف فقط، حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه، كل فعل مضارع اتصل به وهو جماعه الثانيه المخاطبه. عندي بعد كده ان شاء الله ناخد ايه؟ تدريب على الكلام ده ونشوف. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعل تنفقوا مضارع منصوب مجزوم منصوب مبني مرفوع. تاني يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مضارع مجزوم منصوب مبني مرفوع. نختار ايه؟ احسنت، مضارع منصوب لانها سبقه بايه؟ سبقه بحتى، فيها بني حتى. شوف المثال الثاني، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله ليعذبهم يستغفرون. يبقى ليعذبهم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون فتحه ظاهره فتحه مقدره الياء، حذف النون فتحه ظاهره فتحه مقدره الياء. ابص على الكلمه، اخر حرف هنا عندي الهاء والميم؟ لا، الباء. الحرف اللي عندي حرف الايه؟ الباء، حرف صحيح، يبقى الفتحه الظاهره. احسنتم. اللي بعديها: ما كان الانسان الذكي ليترك الفرصه، قال اللام هنا لام. اللام دخل في علام ايه؟ تعال نشوف. لام الحرف جر ولا لام جحود ولا لام تعليل ولا لام الامر؟ يبقى اللام داخله على الفعل. ما كان، اتفقنا بعد ما كان لام ايه؟ احسنت، لام جحود. وبكده يكون انتهى الدرس الحمد لله. الى اللقاء ان شاء الله في دروس تاليه. ولكم منا السلام والتحيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.